السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم في مداخلة اليوم بعنوان التطوع في حركة ويكيميديا بين التحديات وآفاق استدامة من تقديم أنس الصدراتي ورضا بن خضرة. نحن أعضاء مؤسسي مجموعة ويكيميديا المغرب، وفي هذه المداخلة ستتمحور حول التطوع بمفهومه الشامل والعام، وكذلك بالتفصيل فيما يتعلق بحركة ويكيميديا، إذ أنه لاحظنا أنه هناك العديد من الإشكاليات والتحديات مرتبطة بهذا المفهوم، وهناك كذلك تحديات مرتبطة باستدامة النموذج الحالي للتطوع، وكذلك ارتباط المستخدمين الجدد في الحركة، وكذلك الاحتفاظ بهم على مستوى الحركة وعلى مستوى المجموعات. سيتقدم أنس في العرض الحاضر حول المفاهيم، وستليها الفوائد للتطوع، وبعدها الإشكاليات والتحديات، وبعدها سأقوم بالتحدث عن التطوع في حركة ويكيميديا، وبعدها سنقوم بتقديم مفهوم الاحتفاظ أو ما يقابله بالإنجليزية retention، وكذلك بعض الأسئلة المرتبطة باستدامة النموذج الحالي للتطوع، وبعدها سنقوم بخاتمة للعرض وسنفتح النقاش مع الجميع الحاضرين. تفضل أنس. شكرا جزيلا رضا على التقديم، ومرحبا بالجميع في هذا العرض الذي نتمنى أن يكون عرضا مفيدا للجميع، وهو يتعلق بمفهوم مهم جدا ومفهوم مركزي في حركة ويكيميديا. كلنا جزء منه، وكلنا نقوم به ونهتم به، ونحتاج إلى فهمه بشكل أكبر وإلى تحليله حتى نستطيع السير عليه والاستدامة فيه، كما ذكر رضا، لأن الاستدامة في التطوع هي واحدة من أكبر التحديات والإشكاليات، ليس فقط في حركة ويكيميديا، وإنما في الحركات التطوعية عبر العالم. أولا، ما هو التطوع؟ حسب القاموس، مفهوم التطوع باللغة العربية وكذلك في اللغات الأخرى هو القيام بعمل أو بخدمة بدون أخذ مقابل مادي، وذلك لعدة أسباب. أولا، لأن الشخص يريد تحقيق ذاته، يعني الإنسان مثلا يريد القيام بشيء مفيد للمجتمع أو شيء له أهمية خاصة، ويرى أن هذا أمر له فائدة، وفائدته أكبر من تلقي الاستحقاق المادي. مثلا الكتابة على ويكيبيديا قد يجد فيها بعض الناس تحقيقا للذات، لأنهم ينشرون معلومات مهمة ويتقاسمونها مع أطراف مختلفة من العالم. كذلك القيام بأعمال خيرية عادة يكون على شكل تطوع، يعني الإنسان لا يأخذ عليه مقابلا ماديا، ولكن إما يأخذ عليه شكرا من الناس الآخرين، أو يأخذ عليه حسنات إلى غير ذلك من الأمور التي يحقق فيها ذاته. كذلك يتطوع الناس من لأنهم يعملون على موضوع يحبونه، وحب هذا الموضوع يكون أكبر من أي مستحقات مادية. مثلا هناك ناس يحبون كرة القدم أو الرياضة بشكل عام، فقد يتطوعون خلال المباريات من أجل مثلا جمع الكرات الضائعة، أو من خلال الحفاظ على أمن الملعب إلى غير ذلك من الأمور، وفي نفس الآن يستفيدون من أن يتفرجوا في المقابلة على الملعب بالمجان وغير ذلك، وهذا يكون بالنسبة لهم كافيا لأنهم يحبون هذا الميدان بشكل كبير. فلما تحب شيئا ما قد تتطوع للقيام به ولو كان ذلك بالمجان، ولا تطلب عليه مقابلا ماديا. تطوير الكفاءات هو كذلك واحد من أكبر الأسباب لماذا يتطوع الناس، وذلك لأن هناك بعض الأشخاص خاصة الطلبة يكونون في بداية مرحلتهم العملية وكذلك في بداية الحياة، وبالتالي يحتاجون إلى تطوير كفاءاتهم وملء سيرتهم الذاتية. والقيام بالتطوع في عدة مشاريع يجعلهم أولا يكونون تجربة، وثانيا يكتسبون مهارات وكفاءات في العمل على المشاريع والعمل كفريق إلى غير ذلك من الأمور. تكوين شبكة المعارف كذلك سبب مهم للتطوع، فهناك عدد كبير من الناس قد يكونون مرتاحين من الناحية المادية في حياتهم، وفي نفس الوقت لا يعرفون ناس كثر، فيقومون بعمل أعمال تطوعية للتعرف على ناس أكثر، سواء في ميدان معين يحبونه، أو سواء للتعرف على الناس بشكل عام وعلى اكتساب أصدقاء جدد ومعارف جدد في عدد من المجالات. وأخيرا،
يتطوع الناس من أجل ملء وقت الفراغ، كون وقت الفراغ أحيانا قد يكون مملا ومن الصعب إيجاد أنشطة للقيام بها، فيقوم الشخص بالقيام بعمل تطوعي مثلا على صعيد حيه بأن يساعد في جمع الأزبال أو بأن يقوم بأنشطة ترفيهية للأطفال، وذلك لملء وقت الفراغ بعمل يعتبر عملا مفيدا ويساعد المجتمع. من أهم الأمور المرتبطة بالتطوع هناك الطبقة الاجتماعية، فعدة دراسات على الصعيد العالمي أظهرت أن أغلب المتطوعين هم من طبقات اجتماعية ميسورة، والسبب هو طبعا واضح، لأنه التطوع يعتبر كمالية، فهو يتطلب وقت وجهد إضافيين، والشخص الذي يكون في الطبقة الفقيرة لا يكون له وقت وجهد إضافي، وإن كان له وقت وجهد إضافي فهو يحاول في هذا الوقت أو هذا الجهد أن يبحث فيه عن عمل لكي يستطيع توفير كل احتياجاته واحتياجات عائلته المادية. فأغلب المتطوعون هم يكونون أشخاص موفرة لهم أصلا احتياجاتهم، فبالتالي يبقى لهم وقت فراغ يستطيعون العمل فيه بالمجان. المتطوعون لا يمثلون كل فئات المجتمع، وذلك لأنه كما ذكرنا هناك بعض الفئات التي لها امتيازات أكثر من غيرها، وهي الفئة التي يتوفر لها الوقت بشكل أكبر لاستطاعة التطوع ولاستطاعة القيام بأشياء قد لا تطلب منها مقابل. للتطوع فوائد كثيرة على عدة أصعدة، سواء على صعيد الشخص أو الفرد وعلى صعيد المجتمع كذلك. أول فائدة من فوائد التطوع هي الحياد، فالمتطوع يكون عادة أكثر حيادا من الأطراف التي تدفع لها أجرة، فالطرف الذي تدفع له أجرة أو الشغيل أو الموظف يكون عادة مضطرا لاتباع الأوامر، أما الشخص المتطوع فلا يحتاج لاتباع أوامر لأنه اختار طواعية أن يقوم بأمر ما، ويمكنه ترك هذا المشروع مثلا الذي يعمل عليه إذا تم إعطاؤه أوامر لا يقتنع بها، عكس الموظف الذي يكون بين المطرقة والسندان ولا يكون له دائما هذا الاختيار، أو لا تكون له دائما فرصة هذا الاختيار. ولهذا نجد مثلا أن أعضاء اللجان التقريرية مثلا مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا هم متطوعون، وسبب يعني إجبارية أن يكونوا متطوعين هي لهذا السبب بالذات، أنه يجب أن يكونوا محايدين ويجب أن لا يكونوا تابعا لطرف ما، وخاصة إذا كان طرفا يمنح تمويلا أو طرفا سيؤثر بشكل من الأشكال في حياديتهم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هي الحرية، وهي مرتبطة طبعا بالفائدة الأولى، فللمتطوع حرية أكبر في تقرير حجم وموضوع عمله مقارنة مع شخص يلتزم بالعمل وفق عقد. فإذا كنت أنا موظفا وعندي عقد فيجب أن ألتزم بهذا العقد، وليس لي اختيار كبير ما عدا طبعا ترك هذا العمل إذا لم يعجبني وبالتالي ترك العقد. أما المتطوع فعادة لا يوقع على أي عقد، ويكون الاتفاق فقط شفهيا في إطار أخلاقي، ولكنه له حرية كبيرة في تقرير كمية عمله. يعني المتطوع ممكن أن يشتغل ساعة في الشهر، ممكن أن يشتغل 5 ساعات في اليوم، كل متطوع حر في طريقة عمله وكمية عمله، ويستطيع المتطوع تكييف حياته وفقا لالتزاماته واحتياجاته، ذلك أن المتطوع عادة يكون له مصدر إيرادات آخر أو له انشغالات أخرى في الحياة، والتطوع بالنسبة له هو يكون في وقت الفراغ ويمنحه حرية للقيام بشيء إن أراد القيام به، وإن لم يرد القيام به فهو كذلك حر بأن لا يقوم به، لا يوجد أي محاسبة أو التزام. فائدة أخرى للتطوع بالنسبة للمشاريع هي أنه تطور مجانا، فالمتطوعون يعملون دون مقابل مادي، مما يسمح لعدد من المشاريع بالتطوير حتى وإن كانت لا تتوفر على موارد مادية، وهذا مهم جدا خاصة في منطقتنا نظرا لقلة الموارد المادية، فهناك حاجة كبيرة للمتطوعين لكي يقوموا بهذه المشاريع ويساعدوا عليها ويطوروا المشاريع حتى وإن لم تتوفر هذه الإمكانيات. كذلك من الفوائد هناك اكتساب خبرات جديدة كما ذكرت سابقا، خاصة بالنسبة للطلبة، التعرف على ناس وأصدقاء جدد، والحصول أحيانا على امتيازات معينة مثل حضور مباريات كما ذكرت سابقا إذا كان المتطوع في نادي رياضي، أو الحضور لسهرات موسيقية إذا كان المتطوع في الميدان الفني مثلا إلى غير ذلك، السفر لمحاضرات وبلدان هذا كذلك قد يستفيد منه المتطوعون، وأحيانا الحصول على ملابس وعلامات مشهورة إذا كان الشخص متطوعا مثلا لدى
شركة ملابس أو يعني عرض موضة إلى غير ذلك من العروض والأنشطة. فهناك امتيازات رغم أنها قد لا تكون مادية، ولكن يحصل عليها المتطوعون نظرا لمساعدتهم. بالنسبة لإشكاليات وتحديات التطوع، يعني كما هناك فوائد فهناك كذلك إشكاليات، وهنا هذا أمر يجب أن نضعه على الميزان لما نتكلم على هذا الموضوع المهم. أولا، عدم تواجد تعاقد أو التزام مع المتطوع. في البداية ذكرت أن هذا الأمر فائدة، وهو فعلا فائدة، ولكنه كذلك إشكالية. فعدم تواجد هذا الالتزام يعني أن هناك إمكانية لتغيب المتطوعين بدون سابق إنذار، وقد تكون لحظات حرجة للمشاريع، وقد يكون غياب هؤلاء المتطوعين في هذه اللحظة سببا لفشل المشاريع أحيانا، نظرا لأنه نحن لا نمتلك وسائل مادية ونعتمد فقط على متطوعين قد يحضرون متى يريدون وقد يتغيبون متى يريدون، مما يؤدي إلى فشل المشاريع في حالة غياب هؤلاء المتطوعين الذين هم أحرار طبعا في الحضور. ويبقى الاتفاق الوحيد هو الشرف أو الالتزام الشفوي، ولكنه قد لا يكون دائما موجودا، خاصة إذا وقعت يعني ظروف في حياة الشخص الذي قد يتغيب فيها ويكون مضطرا للغياب. كذلك الحرية هي فائدة وإشكال في الآن نفسه، لأن كل متطوع حر في مغادرة المشاريع كما ذكرنا من سابقا. من المشاكل الأخرى في وضعية التطوع هي غياب الاستدامة. لا يمكن كشخص يعني يسير المشاريع أن تتم برمجة جدية وطويلة للعمل التطوعي، لأن العمل التطوعي آفاقه محدودة، قد يشتغل على المشاريع قصيرة المدى، ولكن على المشاريع طويلة المدى من الصعب معرفة التزام الأشخاص على يعني مدة سنوات مثلا، خاصة أن ظروف الحياة تتغير وأن المتطوع يلتزم بوقت فراغه، ووقت الفراغ هو وقت محدود ومتغير كثيرا جدا في الحياة، خاصة مثلا بين الفترة التي ينتقل فيها الشخص من الدراسة إلى العمل، أو الفترة التي ينتقل فيها الشخص من العزوبية إلى الزواج، أو الفترة التي يصير فيها للأشخاص أبناء. كل هذه الأمور تجعل من الصعب البرمجة والاستدامة. كذلك من إشكاليات التطوع عدم تطور المجموعات والمشاريع، وذلك نظرا لضيق الوقت وكثرة المشاغل وبقاء أو انحصار المشاريع في أمور صغيرة، وتكون عادة عبارة عن تكرار لمشاريع سابقة يتم إعادتها بشكل كبير. فالتطوع لا يسمح بالإبداع، لأنه الوقت الذي يتطوع فيه الشخص وقت قليل جدا، ولا يجد فيه مساحة للتطور، ولا يجد فيه مساحة يعني القيام بأمور كبيرة، نظرا لأن هذا الوقت محدود. من المشاكل الأخرى الموجودة في حالة التطوع هي أن المتطوعين عادة لا يتحملون مسؤولية كبيرة، وذلك لعدم وجود الثقة في هذا المفهوم، فالمسيرون يخافون من غياب المتطوع في أي وقت، وأحيانا قد يتم تحميل المتطوعين مسؤوليات قليلة وبسيطة لا تحفزهم على الاستمرار، مما يجعلهم يتركون المشروع. فهناك عدة إشكاليات مرتبطة بميدان التطوع بصفة عامة. كذلك هناك عدم التنظيم، حيث أنه لا يسمح بخلق هيئات منظمة بها تراتبية واضحة، فالجميع يستطيع الدخول والخروج متى ما أراد، وهذا في الحقيقة مشكل كبير يرتبط بالتطوع بعدم وجود عقود بشكل خاص. كذلك مناصب التطوع تكون مهمشة، لأن أغلب الناس خاصة في منطقتنا ينظرون للمتطوع وكأنه الشخص الموجود في أسفل السلم أو في أسفل الهرم، خاصة في مؤسسات تتوفر على موظفين، فالموظفون يرون المتطوعين وكأنهم يعني أشخاص يعملون عندهم وفي درجة أقل، وقد لا يتم إعطاء المتطوع الاهتمام الذي يستحق، مما يؤثر على حماسه ورغبته في الاستمرار، تماما كما ذكرنا سابقا مثل ما هو متعلق بالمسؤوليات التي قد لا تكون محفزة بالنسبة للمتطوع. ارتباط التطوع بالأشخاص كذلك إشكال كبير، لأنه مرتبط كثيرا بالشخص ودرجة حماسه وتحمسه، وكذلك بالشرف، يعني هي مسائل شخصية جدا. فإذا كان شخص يؤمن بأخلاق الشرف وبالمواثيق يعني الشفوية سيقوم بالاستمرار، وإذا كان شخص لا يؤمن بهذا الأمر فلن يستمر، وهذا كذلك يشكل خطورة بالنسبة للمشاريع. وأخيرا الاحتراق الوظيفي للمتطوعين، وهذا إشكال كبير جدا خاصة عندنا في حركة ويكيميديا، حيث أنه أحيانا يتم استغلال المتطوعين بشكل كبير في جميع أنواع المشاريع بشكل كبير جدا، وهذا يؤدي إلى احتراقهم الوظيفي، بالإنجليزية هي كلمة burnout،
مما يجعل الشخص في النهاية يترك كل شيء لأنه يبحث عن الراحة النفسية ويرى أنه يتم استغلاله بشكل كبير في جميع أنواع المشاريع ومن طرف جميع أنواع الناس، سواء كانوا مسيرين أو موظفين أو غير ذلك. الآن بما أنه تكلمنا بعض الشيء عن موضوع التطوع بصفة عامة، سنحاول الدخول إلى حركة ويكيميديا ونرى السياق العام للتطوع هناك وكذلك الوضعية المتعلقة بفوائد وإشكالية التطوع عندنا في حركة ويكيميديا. فسأترك الكلمة لرضا ليستمر في عرض هذا الشرائح. شكرا أنس على التقديم الأولي. كما ذكرت في البداية، والتطوع له عدة أنواع، وأحد منهم هو التطوع في حركة ويكيميديا. كما تعلمون، حركة ويكيميديا هي من المجتمعات الرقمية الرائدة في التطوع، بحكم أن مشروع ويكيبيديا الموسوعة بني على أساس تشاركي لكي يشارك فيه الجميع بشكل تطوعي لإغناء المعرفة. وتحول هذا المشروع، مشروع موسوعة، إلى مشروع متعدد المواضيع ليشمل عدة مشاريع أخرى. قد نذكر منها مشروع ويكيميديا كومنز، مشروع ويكي قاموس، إلى غير ذلك. وبحكم أن مجتمع ويكيميديا تطور بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، نجد أن التطوع في حد ذاته تحول إلى صنفين. فقد نجد التطوع الافتراضي الذي هو مرتبط بكتابة المقالات وتحريرها، وكذلك بنشر الصور على منصة كومنز، وكذلك القيام بأعمال الصيانة والإدارة. وقد نجد كذلك التطوع الميداني. هذا التطوع الميداني هو بالأساس راجع إلى أن عدد من المتطوعين ارتأوا إلى تأسيس مجموعات مستخدمين ينسقون فيما بينهم للمزيد من الأعمال المشتركة، وكذلك من أجل تقديم الدعم للمشاركين الجدد. ذلك بحيث أن نجد أن التطوع الميداني أصبح نوعا أساسيا في الحركة، وكذلك أنه نجد أن هذا النوع من التطوع يأخذ بشكل كبير من وقت المتطوعين الذين فضلوا المرور من التطوع الافتراضي إلى التطوع الميداني. كتقديم سريع لحركة ويكيميديا، كما تعلمون هي ويكيميديا ليس كلها تطوع. قد نجد مؤسسة ويكيميديا التي تسهر على ضمان استمرارية المشاريع، كتشغيل الخوادم، كتوظيف بعض الموظفين، إلى غير ذلك. وقد نجد كذلك فصول ويكيميديا، وهي مجتمعات لها صفة قانونية في ذلك البلد يشتغلون فيما بينهم، ولهم كذلك إطار قانوني يضمن عمل المجموعة وكذلك توظيف بعض الأشخاص. وقد نجد في بعض الأحيان أن بعض المجموعات لا تتوفر على موظفين، في حين أن بعضها قد يتمكنون من ذلك. المجموعات المستخدمين جاءت ك ومؤسسة ويكيميديا جاءت لمساندة المتطوعين، إذ أنه عدد من الأدوار في المؤسسة خلقت من أجل تسهيل التطوع في الويكيميديا. وقد نجد أن عدد من الأدوار حديثة الإنشاء جاءت لتقديم يد العون للمستخدمين وللمتطوعين، كذلك من أجل ربح الوقت، وكذلك أن لضمان أن جودة العمل، وكذلك أن العمل قد يقام في فترة زمنية معينة. هذا هو السياق العام للتطوع في ويكيميديا. وكذلك نجد أن هناك بعض التحديات ناتجة عن هذا النوع من التطوع. كما ذكر أنس في البداية، هو أن التطوع له تحديات على الفرد وعلى الجماعة وعلى المجتمع ككل. ولكن عند الحديث عن التطوع في ويكيميديا، قد نجد أن بعض التحديات مرتبطة فقط بهذا الشكل من التطوع بالذات. كما ذكرت في البداية، أنه
التطوع قد يتحول من تطوع إلى عمل غير مدفوع، بحكم أن العمل الميداني يفترض القيام بعدد هائل من أعمال التنظيم، لتنظيم مشاريع، لتنظيم لقاءات، وهذا قد يشكل ضغطا على المتطوع في حد ذاته، وكذلك يشكل بعض التحديات بالنسبة للفرد وللجماعة كذلك. وهناك كذلك بعض الأعمال ليست من المفروض على المتطوع القيام بها، خصوصا في منطقتنا في شمال إفريقيا وشرق المتوسط الشرق الأوسط، كمثلا تنظيم لقاءات، تنظيم مؤتمرات، وإعداد بعض التقارير المطولة، وهذا يكون خارج دور المتطوع كما جاء في البداية، لكن بحكم الظروف وبحكم الإلزامية تقديم هذه الأعمال، فإن المتطوع يكون ملزما بإجراء هذه الأعمال. في نفس السياق هناك إشكال آخر، هو إحساس بعض المتطوعين بالظلم عند رؤية أن نفس الأعمال الذين يقومون به في بلد معين أو في مجموعة معينة، هناك شخص آخر في منطقة أخرى يقوم بعمل مماثل ولكن له أجر بالمقابل، وهذا الاختلاف في التوظيف وكذلك في تقديم الدعم قد يشكل في بعض الأحيان تحديا كبيرا، بحكم أنه عند القيام بنفس عمل مماثل نجد أن شخص له أجرة مقابل وبعض الآخر ليست له كذلك، وهذا بحد ذاته إشكالا يجب علينا كحركة النظر فيها من أجل استدامة متطوعينا، وكذلك لضمان أن الحركة تتقدم بشكل أنسب. في المقابل هناك إشكال آخر مرتبط بالتصويت، نجد مثلا أعضاء مجلس الأمناء هم أعضاء متطوعون ولكن يسمح لهم بالتصويت في الانتخاب، ولكن هناك متطوعي المجموعات المستخدمين ليس لهم هذه الإمكانية. وفي المقابل على أنه موظفي المؤسسة يمكنهم التصويت في بعض الانتخابات ولكن المتطوعين ليست لهم هذه الإمكانية، وهذا هذه الكيل بمكيالين يشكل عائق كبير بالنسبة لاستمرارية الحركة وكذلك لضمان حكامة جيدة لحركتنا، وكذلك من أجل ضمان على أن الجميع ممثل في الحركة. هناك بعض المشاكل مرتبطة بالمتطوعين فيما بينهم، المتطوعون يأتون إلى ويكيميديا من أجل دوافع مختلفة، بعضهم يأتي من أجل المساهمة في المعرفة الحرة، بعضهم يأتي حبا في بعض المواضيع وبعض المشاريع، وبعضهم يأتي من أجل مصالح شخصية كتطوير المعارف، تقرب من جهة معينة بغرض معين، وهذا التعارض في الدوافع يؤدي إلى مشاكل قد تنجم عن هذا الاختلاف. في المقابل على أنه الموظفين لهم عقود عمل واضحة وكل له دور واضح والتزامات معينة، وهذا الإطار القانوني في التوظيف يسهل من عملية إصلاح الإشكاليات. في المقابل أنه في وسط المتطوعين ليست هناك طريقة معينة من أجل جبر الضرر وكذلك من أجل التخفيف من هذه الإشكالات التي قد تنجم وقد تحدث في المستقبل. الإشكال الثاني هو غياب الاستدامة، كما ذكر أنس عند حديثه عن التطوع، أي متطوع له الحق في مغادرة أي مشروع في أي وقت يريد بحكم عدم وجود أي التزام قانوني أو عدم وجود أي ارتباط قد يربطه كشخص مع ذلك المجموعة أو ذلك المشروع، وكذلك لا يمكن إجبار المتطوعين على الخضوع
بنود أو قوانين داخلية كثيرة، إلا سيحسون باختناق أو بالضغط الرهيب الذي قد يجعلهم يتركون المشروع أو يغادرون الحركة بصفة نهائية. وهذا الإشكال في غياب الاستدامة قد يؤدي إلى مثلا إنساف مشروع لغوي، وكذلك مجموعة المستخدمين بشكل سريع، بحكم أنه مثلا إذا أخذنا مثال مجموعة المستخدمين، إذا كان الضغط كثيرا على المتطوعين للقيام بأعمال معينة قد يتركون المجموعة بشكل أسرع، وقد نجد أن المجموعة قد تندثر أو لم يعد لها أثر في الحركة. هناك كذلك في حركة الكوميديا غياب بعض الحوافز للتطوع، بحكم أن الوضع الاقتصادي في بعض المجتمعات لا يجعل من التطوع أولوية مهمة، وهذا التهميش قد يؤدي إلى غياب بعض المجتمعات وتمثيليتها في الحركة، وهذا في حد ذاته تحدي مهم يجب علينا الوعي به ومحاولة إيجاد أساليب لإيجاد حلول. وكذلك على أنه التطوع لا يشكل مفهوما شعبيا أو متداولا بشكل كبير ولا مقبولا عند الجميع، فالتطوع هو دور ثانوي أو كمالي في بعض المجتمعات، يمكن للمرء القيام به إلا إذا توفر على وقت معين، ولا كذلك للمجتمع له نظرة سلبية على المتطوع كمنصب اجتماعي منخفض عكس الموظف الذي هو مرسم أو له منصب معين سامي. في المقابل هذه التحديات تجعلنا نعي بأنه لدينا مسؤولية تجاه المتطوعين الحاليين والمتطوعين الجدد. كيف يمكننا جذب متطوعين جدد إلى الحركة، وكيف يمكننا الحفاظ عليهم وإبقاؤهم في حركتنا؟ من بين طرق من أجل جذب المتطوعين الجدد وهي المرافعة أو المناصرة بالإنجليزية advocacy، عبر بيان تأثير انخراط في ويكيميديا على المحيط الخارجي، كمثلا كتابة مقالات وتطويرها لكي يتمكن الجميع من الاستفادة منها، وهذا في حد ذاته طريقة من أجل استبيان للناس على أنه عبر الانخراط في ويكيميديا ليس بالضرورة هناك إيجابية للفرد فقط، بل هناك بعض النقاط الإيجابية على المجتمع وعلى الجماعة، عبر توفير مثلا مقالات معينة قد يستفيدون منها التلاميذ وطلبة في بحوثهم، قد يستفيدوا منها زوار بعض المواقع. يعني الطريقة لتقديم المشروع هو أساس مهم من أجل إيجاد المتطوعين وكذلك لانخراطهم في الحركة، وهذا يشكل في نفس الوقت تحدي. قد نكون وفقنا في الترافع حول ويكيميديا وحول المشاريع الشقيقة الأخرى، وقد في نفس الوقت يشكل بالنسبة إلينا تحدي من أجل الحفاظ بهؤلاء المتطوعين الجدد من أجل الاستمرار بهم في الحركة، وكذلك للمزيد من العمل في هذا السياق. من بين التجارب السابقة عن طريق تنظيم ورشات وإدارة الوطنات، رأينا على أنه أحد الأساليب من أجل الحفاظ بالمتطوع الجدد هو اختيار مواضيع جذابة عبر التكيف مع اهتمامات الشخص والبروفايل بروفايله. فمثلا إذا كان هناك شخص تطوع للمشاركة في ورشة معينة له إلمام بمواضيع ثقافية بمواضيع تاريخية، قد يكون من بين الطرق المناسبة هو اختيار مواضيع قريبة من اهتمام الشخص
لكي يتمكن من المساهمة فيها والاستمرار في المساهمة لاحقا. وهذا يحيلنا إلى النقطة الثانية المرتبطة بالتقديم بمطابقة المهارات المستوعين مع نوعية المهام المسندة. وهذا يحيل في بشكل أدق على مجموعة المستخدمين. قد ينضم متطوعين جدد إلى مجموعة المستخدمين، وقد نسند لهم مهام مختلفة ومهام لا يحسون بالأريحية فيها، وهذا إشكال كبير. ولتجاوزه نظن على أنه من أجل استمرارية المتطوعين وأعمالهم في المجموعة وفي الحركة يمكن مطابقة المهارات مع المهام. مثلا إذا كان الشخص يمكنه إعداد مثلا صور معينة، أو مثلا تقديم يد المساعدة في إدارة صفحات التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك، هي طريقة من أجل وضع الشخص في المكان المناسب. النقطة الثالثة مرتبطة بالمرونة، أو المرونة في توفير فرص مناسبة للتطوع، مثلا عن طريق تنظيم اجتماعات دورية أو عند تنظيم لقاءات. من أحسن من يستأنس أن نقوم باختيار أوقات تناسب الفرد لكي يتمكن من الحضور، وكذلك من أجل سماع لهم، وكذلك من أجل معرفة حاجياتهم في ذلك الأمر. وعن طريق المرونة في التصرف يمكننا كذلك أن نضمن على أنه للمستوعين مشاركة أكثر، وكذلك الانخراط بشكل فعال. كذلك من بين أساليب للجذب والاحتفاظ بالمتطوعين هو تقديم الدعم والمواكبة عند الحاجة. العديد من المتطوعين لا يدركون أن أنهم يمكنهم المشاركة في مشاريع أخرى، وكذلك قد لا يكون لهم إلمام كبير ببعض الأساليب التحرير والمشاركة أو بعض الوسائل أو بعض الأدوات. لذلك من المهم تقديم الدعم والمواكبة على التعلم لكي يضبطوا هذه المسائل ويتمكنوا من الاستمرار في المجموعة وفي الحركة. والنقطة الموالية مرتبطة بالاعتراف وتقدير المجهودات. كما ذكرنا طوال هذه المداخلة، التطوع يجعل الفرد يعطي من وقته ومن مجهوداته لهدف أو لخدمة هدف أو لخدمة موضوع معين، وعلينا كشركاء في هذا العمل على أن نعترف بمجهوداتهم ونقدرهم عن طريق مثلا تقديم شهادة تقدير، دعوتهم إلى بعض الحفلات لنهاية مشروع معين إلى غير ذلك. وهذه أساليب مهمة تجعل أن الشخص له يقدر مجهوده، وأن يمكنه الثقة في الأشخاص الآخرين. والنقطة الأخيرة في هذا المحور المرتبط أساسا بالبقاء على التواصل. قد ينضم متطوع جدد إلى المشاريع وينقطع التواصل معهم، وهذا يشكل إشكالية كبيرة من حيث الاستدامة، وعلينا كأفراد البقاء في تواصل مستمر مع هؤلاء الأشخاص لمعرفة حاجياتهم، لسماع منهم، لكذلك من أجل ضمان استمرارية واستدامة فعالة. وبهذا قد وصلنا إلى خاتمة المداخلة. بعجالة، قدمنا على أن التطوع له فوائد كبيرة على الفرد والمجتمع والمجموعة، وكذلك يرتبط بهذا المفهوم تحديات كبيرة وإشكاليات جمة قد تؤثر إما على مخرجة مشاريع معينة أو على صحة الأشخاص عينهم، وكذلك استدامة المجموعات المستخدمين. وكسؤال للمشاركين معنا في هذه الحصة، بناء على تجاربكم السابقة، كيف يمكننا كحركة تطوير النموذج الحالي للتطوع
في ويكيميديا وسمات انخراط المستوعين الجدد. لكم السؤال، نضعه لكم بعد الثواني، ونشكركم على متابعتكم لنا. شكرا لكم.